Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait des préparations pour les expressions écrites ou les productions écrites. Aujourd'hui, on va voir quelques arguments qui vont vous aider pour développer vos expressions écrites. نبداو دابا هادو لي زارغومون عندهم علاقة يا اما موضوع ديال لا سوليداريتي. شنو موضوع ديال لا سوليداريتي؟ يعني ديال التعايش، التعاون، لا توليرونس، التسامح، التضحية، ساكريفيس. يعني ديبار ديال الاب، يعني الذهاب للاب باش يخدم. هادو يقدروا يعاونونا باش حنا نغني يعني نغنيو لي زارغومون ديالنا. هادي البارتي 1. دابور D'abord, on doit aider les autres car nous sommes tous frères, surtout à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances. يعني الآن يعني خاصنا يعني نعاونوا لي زوتر كاخ يعني حيت حنا خوت، وخصوصا لهذوك الناس اللي عندهم الصعوبات و تعيشوا في المعاناة السوفرانس. دو بلوس هذا الارغومون الثاني، كون ني سوليدار، يعني مثلا كون ني تي سوليدار بلوتو، تما راه خاصو يكون في لامبارفي. دو بليس كون ني تي سوليدار، يعني مثلا نكونو سوليدار، تنكونو لي مربوطين مع بعضياتنا، تكون عندنا واحد الرابط. كوم لو كا، يعني بحال في الحالة ديال لابوطا ميغفي دحمة الصفراوي، فين زينب كون زينب اتي ديسباغيتخ من يعني من تجلات، يعني تلفات ليهم، يعني ولاو سوليدير وكل شيء بقى كيغويت وكيبكي اكسيتيرا. Enfin, ce comportement joue un rôle très essentiel. يعني في الاخير هذا الارغومون الاخراني، في الاخير تنعتبروا هاد لو كومبورتمون هو واحد تيلعب واحد الدور ضروري ومهم، كار il favorise le bien entre les gens، يعني حيت كيولي الخير ما بين الناس. عندنا واحد دو زارغومون اخرين، سات اكت اي اومان، يعني هذا الفعل هذا او هذا التصرف هذا هو اومان، انساني، اي تو لو موند بو فير لا ميم، ويعني وكاع الناس يقدروا يديروا لا ميم، يعني نفس الحاجه، بور فير فاس ا سيت سيتوياسيون، باش يواجهوا هذه الوضعيه هذه. باغ اكزومبل هنايا في حاله ديال فاش مشى بات احمد صفري بات سيدي محمد يمشي يخدم. عاوتاني هنا عندنا في لارغومون الاخراني، سي ان سوتيان بور تو لي مومبر دو لا فامي، هذا واحد الدعم لكاع افراد العائله، كي اتريبي اللي كيعطينا لا سيكوريتي اي لا توندريس، اللي كيعطينا الامان والحنان. فوالا، كنتمنى هادشي يعني يعجبكم، اي بون كوراج.